سلام عليكم، بارك عليكم الشهر. وايد ناس يسألونا شلون أقدر أخذ حبة الغدة خلال شهر رمضان. الحل وايد بسيط، إذا أذن أذان المغرب تأخذ حبة الغدة بالإضافة إلى تمر وماء وتأخذهم، ثم بعد ذلك تروح على طول تصلي صلاة المغرب. ديك الساعة يكون مر على الوقت ربع ساعة إلى ثلث ساعة، تقدر عقبها تأخذ وجبة الإفطار. أو في حل ثاني إن بعد الإفطار بساعتين تقدر تأخذ حبة الغدة. والله يعطيكم العافية وتقبل الله طاعتكم.